كاميو تقدر تروسبورتي كاميو واحد. قمنا بحفر بئر على عمق 5 امتار، وقمنا بوضع قياس الحرارة على عدة أعماق. هنيئا لسكان غردايا بهذا المركز الذي شرفنا به ألجيريان فونتور بتأسيسه في منطقة غردايا بجامعة غردايا. نحن جد سعداء بتدشين هذا المركز اللي هو الأول من نوعه في المنطقة وفي الوطن، هو مركز للنمذجة صندوق بخطوة تيفاج بمعايير دولية، في كل ما يحتاج أصحاب المشاريع لإنجاز نماذجهم الأولية. اليوم تعزز جامعة غردايا بعدد من المرافق اللي إن شاء الله راح تكون في فائدة أصحاب المشاريع المبتكرة.